جاسم الخرافي يدرك تماما أن مجلس 2009 برئاسته يعيش لحظاته الأخيرة، وأنا مدرك أو مقدر حالة الإحباط اللي واضحة من طريقة نبراته، ولكن أنا بقول له أنت واهم إذا كنت تعتقد يا جاسم الخرافي أن في يوم الأيام الأعضاء الأقلبية في مجلس 2012 أعضاء مجلس 2009 سيتقدمون باستقالتهم لديك. أولا هذا مجلس الخزي والعار، مجلس القبيضة، لا نتشرف إطلاقا بعد أن اسقطه أبناء الشعب الكويتي أن ننسب له لهذا المجلس. وبالتالي إحنا نؤكد هناك في فرق بين محاولة ما يربط جاسم الخرافي يعني أصبح مكشوفا، وبالتالي محاولة أن يربط هذا الحدث في الجانب الجنائي هذا أمر غير صحيح إطلاقا. وليسأل القاضي هو أو يسأل المستشار ماذا قال لنا، القضية لا ترتبط بحصانة ولن نتمسك بحصانة، بالعكس نحن ننتظر بعد أن أعلن للشعب الكويتي الإجراءات وفقا للدستور واللائحة اللي هم فرطوا فيها بابتعادنا الكلي عن مجلس 2009، ونحن ننتظر صدور مرسوم حل مجلس الخزي والعار مجلس القبيضة من خلال حكومة الشيخ جابر المبارك بعد أن يتم التصديق عليه من قبل سمو الأمير. قال الأمين